بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر أيضا في المقالات جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، قال: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يردون من ذلك شيئا، وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأنه له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله نقل عن أبي الحسن المشعري، هذا أبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، نقل مذاهب المرجئة الاثنتي عشرة، وقال بعد ذلك إن جميع فرق المرجئة، أغلب فرق المرجئة كلهم يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، وإنما الذي نازع في ذلك فرقة يسيرة وهم الجهمية ومن تبعهم كالصالح أبو حسين الصالح من القدرية، هو الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ومعرفته ولا يدخلون أعمال القلوب. وأما أغلب فرق المرجئة فإنهم يدخلون أعمال القلوب، وإنما النزاع في أعمال الأبدان. ثم نقل المؤلف رحمه الله عن أبي الحسن الأشعري مقالة أصحاب الحديث، يعني اعتقاد أصحاب الحديث وأهل السنة، فقال: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا كان الإيمان وصف الإيمان، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويتبع ذلك الإيمان باليوم الآخر، ثم بعد ذلك بقي أصلان وهما الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. فأهل الحديث وأهل السنة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه، خلافا لأعداء الله من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله. من الفلاسفة المتأخرون رسله وأتباعه لا يؤمنون حقيقة بأصول الإيمان الستة، لأنهم لا يثبتون لله شيئا من الأسماء والصفات، وإنما يثبتون الوجود الواجب والوجود الممكن، يقول: هناك موجودان، واجب وجود الواجب وهو وجود الله، وجود الممكن وهو وجود المخلوق، ثم سلبوا عن الله جميع الأسماء والصفات، وعلى ذلك فيكون ما أثبت وجود الله إلا في الذهن، فلم يؤمنوا بالله. وكذلك الملائكة أثبت الملائكة على أنهم أشخاص، على أنهم أشباح وأشكال نورانية، لا على أنهم أشخاص وذوات تنزل وتصعد وترى وتجي وتخاطب الرسول، فلم يثبت وجود الملائكة. وكذلك الكتب، لم يثبت الكتب وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسل تكلم بها، بل يقول: الكتب عبارة عن فيض ومعاني تفيض على العقل تعالى، فيحصل لها تصورات وتصديقات، يعني معاني تفيض من العقل تعالى على النبي، فيحصل لها تصور وتصديقات بحسب ما حصل له من ذلك الفيض. وكذلك الرسل لا يؤمنون بالأنبياء والرسل على أنهم، على أن الله اختصهم بالرسالة والنبوة والرسالة،
هبة من الله عز وجل وأن الله اختصاص واختيار واجتباء، فليقول أن النبوة عبارة عن صنعة للصلاة وحرفة من الحرف يحصل لها كل واحد، والنبي رجل عبقري إذا تمرن الصفات وكان عنده قوة الإدراك وقوة التخيل والتخيل وقوة النفس استطاع أن يكون النبي. فهؤلاء يكونوا فلاسة كفرة والعياذ بالله. أما أهل والمراد بهم فلاسة المتأخرون أرسطو وأتباعه كأبي نصر الفارابي وأبي علي سينا، وأما الفلاسة القدامى فإنهم في الجملة يعظمون الشرائع والإلهيات ويقول أن هذه من اختصاص الأنبياء وإنما اختصاصنا العلوم والرياضيات، كما نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن القيم. فأبو الحسن الأشعري يقول إن ينقل معتقد على السنة والحديث معتقد أصحاب الحديث والسنة، فيقول يؤمنون يقرون بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رأوه الثقة عن رسول الله، هكذا على السنة وعلى الحق يقبلون ما جاء عن الله وما ثبت رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يردون من ذلك شيئا، ويؤمنون يعني يعتقدون أن الله إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هكذا السنة يعتقدون أن الله إله واحد كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو العزيز الرحمن الرحيم، فيعبدون بأن الله إله واحد، واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله وواحد في ألوهيته وعبادته، ليس له شريك لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ألوهيته وعبادته، صمد من أسماء الله. وأما فرد فلم تأتي من أسماء الله فرد فيما أعلم، وإذا هو واحد فرد إنما الواحد والأحد والصمد هذه من أسماء الله، أما فرد هذا من باب الخبر لا من باب التسمية، ما يسمى لا يأتي بأسماء الله فيما أعلم أن من أسماء الله الفرد. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كما أخبر الله عن نفسه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، صاحب الزوجة والولد، الله منزه عن الزوجة والولد، فمن نسب الزوجة والولد إلى الله فقد كفر فهو كافر بالله العظيم، فهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد من خلقه بخلاف المخلوق الضعيف لأنه يحتاج إلى الزوجة ويحتاج إلى الولد ويحتاج إلى من يعينه ويساعده، ونسبة الولد إلى الله كفر شريع عظيم تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال كما أخبر الله تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وأن محمدا عبده ورسوله، هكذا أهل الحق يؤمنون بأن محمدا عبد الله ورسوله، وأصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الدين وأساس الله، من لم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله فليس بمؤمن ولا يصح له أي عمل، أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن الجنة حق وأن النار حق، هكذا يعني عقيدة أهل السنة والحديث يؤمن الجنة حق والنار حق، فمن أنكر الجنة وأنكر النار فقد كفر لأنه كذب الله، ومن كذب الله كفر، وأن الساعة آتية لا ريب فيها إثبات القيامة والبعث، من أنكر القيامة فهو كافر، وأن الله يبعث من في القبور إثبات البعث، من أنكر البعث فهو كافر، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى، هكذا على السنة والحديث يؤمنون بأن الله على عرشه مستوى على عرش بائر من خلقه خلافا لأهل البدع الذين ينكرون أن يكون الله في العلو ويقول إن الله في كل مكان، فالله ما يقول علوا كبيرا. ويتأولون النصوص العلو بأنها علو القدر والشأن والعظمة وعلو القهر والسلطان
أما علو الذات فينكرونه. قال الرحمن على العرش استوى صريح، لأن الله على العرش. يقولون إن لو قلنا إن الله على العرش وأن الله في العلو لازم ذلك أن يكون متحيز وأن يكون محدود، وهذا تنقص للرب. إذن أين يكون؟ قالوا في كل مكان أعوذ بالله. وبعضهم سلب عنهم نقيضين وقال لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. ماذا يكون؟ العدم، بل الامتناع على ممكن مستحيل نعوذ بالله. أهل السنة والحديث يؤمنون بأن الله على عرشه كما أخبر عن نفسه، كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين في صفة استوى على العرش، صفة من صفات الله وهي صفة فعلية، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي في صفة اليدين لله، خلاف البدع الذين أنكروا صفة اليدين وأولون اليد بالنعمة أو بالقدرة، هذا من أبطل الباطل. وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، يعني أثبت العينين له بقول تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، لأن الله تجري بأعيننا يعني بمرأة منا وفي حفظنا وكلاءتنا، لأن الله يبصر خلقه وهو فوق عرشه. لكن إثبات العينين يؤخذ من حديث الدجال، حديث الدجال إن ربك ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية. النبي أخبر أن الدجال أعور العين اليمنى، وأن الله له عينين سليمتين، وأن الله ليس بأعور له عينين سليمتين. أما هذه الآية تجري بأعيننا، وظيفة الأعين إلى ضمير الجمع للتعظيم، والمعنى تجري بأعيننا يعني بمرأة منا وفي حفظنا وكلاتنا، في إثبات أن الله يبصر الخلق من فوق عباده. أما إثبات العينين فيأخذ من حديث الدجال، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إثبات الوجه لله خلافا لأهل البدع الذي أنكر الوجه وقالوا فسروا ويبقى وجه ربك قالوا ذاته، فقصدوا من ذلك إنكار الوجه. الآية في إثبات الوجه والذات، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخارج، لأن الله الرب سبحانه الله بذاته وأسمائه وصفاته هو الله سبحانه وتعالى، ولا يقال إن أسماء غير الله، بل الرب سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الإله بذاته وأسمائه وصفاته، خلاف يقول المؤلف إن المعتزلة والخوارج يقولون إنها غير الله، فهذا باطل. نعم. كما قالت المعتزلة والخوارج إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ بدعة، من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. نعم. إلى أن قال المؤلف اختصر الكلام الذي نقله من الحسن الأشعري من كتاب المقالات، حذف ثم قال إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا قول أهل السنة والجماعة، أن كلام الله كلام الله لفظه، اللفظ والمعنى، لفظه ومعنى غير مخلوق، خلاف المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وهذا كفر وضلال. ولهذا كفر أئمة السنة ما قال القرآن مخلوق، قالوا كافر، والمراد على العموم. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط وتنتفي الموانع. من قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم. معتزلة يقولون كلام الله اللفظ والمعنى كلاهما مخلوق، والأشاعرة يقولون الكلام الله كلام الله هو المعنى، وأما اللفظ فليس كلاما لله، فقالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فكانوا نصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون اللفظ والمعنى مخلوق، كلام الله الكلام اللفظ والمعنى كل كلاهما مخلوق، والشاعر يقول الكلام المعنى دون اللفظ، والألفاظ هذه ليست كلام الله، كلام الله المعنى. يقول إن الله ما تكلم بحرف ولا صوت ولا سمع جبريل منه كلمة واحدة. كيف؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه، اضطره اضطراب، جعل الرب ما يتكلم، نعوذ بالله، الرب ما يتكلم. يقول لو قلنا أن يتكلم بحرف صوت لصارت الأصوات حادثة في ذاته،
والله منزل على الحوادث. ففرار المذالك قالوا الكلام هو المعنى فقط. قالوا اللفظ كلام جبريل أو كلام محمد. هذا عبارة عبر عن المعنى. عبارة عبر به جبريل أو محمد. محمد أو جبريل هو الذي عبر بهذه الألفاظ عن المعنى القائم بنفس الرب. وأما كلام الرب لا يسمع. ليس بصوت ولا حرف. بل هو في نفسه. مثل العلم. كيف فهم جبريل ما في نفسه؟ من يعلم ما في نفس الله؟ قالوا الله اضطره اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر به جبريل. وطائفة أخرى يقول لي عبر محمد. وطائفة ثالثة منهم قالوا إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ والله ما تكلم. هذه كلها أقوال فاسدة أقوال باطلة. مع أن الشاعر هؤلاء هم أقرب أهل السنة أقرب الطوائف إلى أهل السنة. والكلام من الصفات السبع التي يثبتونها. الشاعر ما يثبت إلا سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والقدرة. الكلام ما أثبتوا على حقيقة، أثبتوا على أنه معنى قائم بالنفس دون اللفظ والحروف والأصوات. فنقل أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. والكلام في الوقف واللفظ بدعة. في الوقف يعني يتوقف يقول ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا مبتدع. لا تتوقف، اجزم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. في بعض الطوائف يقول أتوقف ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق. التوقف بدعة، الوقف بدعة، واللفظ بدعة. والذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق بدعة. لا تقول هذا، لهذا لم يقله السلف. وأما ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنه أراد سد الباب. من المعلوم أن الإنسان مخلوق، الإنسان مخلوق بصفاته ومن صفاته الكلام، لكن كونه يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة لم يقله السلف. لماذا تخصص لفظك بالقرآن؟ كل ألفاظك مخلوقة، أنت مخلوق بألفاظك وحروفك، لا تخصص القرآن. التخصيص بدعة. كما لو قال شخص السبع الطوال من القرآن غير مخلوقة نقول هذا بدعة، كل القرآن غير مخلوق، لماذا تخصص السبع الطوال؟ فكذلك إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، أنت مخلوق بألفاظك كلها لكن لا تخصص القرآن. ولهذا نقل المؤلف قال الكلام في الوقف بدعة والكلام في اللفظ بدعة. اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، والذي يتوقف يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق مبتدع. ولهذا قال من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. نعم إلى أن قال. نعم إلى أن قال ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. والإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء في الحديث. والإسلام عنده غير الإيمان. نعم. إلى أن قال نقل المؤلف عن أبي الحسن قال إلى أن قال ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر. هذه عقيدة السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالذنب كالزنا والسرقة ما لم يستحل. إذا استحل واعتقد أن الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال كفر بالاعتقاد هذا، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. أما من فعل الزنا ويعلم أنه حرام لكن غلبه شهوته والشيطان، أو يعلم أن السرقة حرام ويعلم أن الربا حرام لكن غلب حب المال وتعامل بالربا، هذا لا يكفر، وتكفر كبيرة. وتكفيره مذهب الخوارج، يعني خلاف الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي الذنوب، وكذلك المعتزلة يخرجونهم من الإيمان ولا يدخلونهم في الكفر، فيقول في منزلة بين المنزلتين ويخلدون في النار، يتفقون على تخليده في النار. الخوارج المعتزلة يتفقوا على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن في الدنيا الخوارج قالوا خرج من الإيمان ودخل في الكفر،
والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وفي الآخرة يتفقون على تحديده في النار، هذا باطل. أهل السنة يقول المؤلف لا يكفرون أحد من القبلة بذنب ارتكبوه كالزنا والسرقة وما أشبه ذلك، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. هذا عقد السنة والجماعة، هم مؤمنون بقي عندهم أصل الإيمان وإن ارتكبوا الكبائر ما يخرجون من الإيمان إلا بالكفر، لا يخرجون من الإيمان إلا بالكفر الصريح أو بالنفاق، الكفر الأكبر أو بالنفاق الأكبر أو بالشرك الأكبر. أما الكبائر ولو كثرت ولو عظمت ما يخرجون من الإيمان، بل يضعف الإيمان وينقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. ثم قال المؤلف رحمه الله والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. هكذا عندكم ما فيه الإيمان باليوم الآخر، نسخ عندكم هكذا، والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. سقط الإيمان باليوم الآخر وهو الركن السادس كما في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ثم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. هكذا يؤمن الإنسان بالقدر الخير والشر بالنسبة للعبد، قد يكون الخير هو والشر ما يسوء الإنسان، حلوه ومره سواء كان حلوا أو مرا في شيء، يعني القدر الذي يكون فيه مشقة على الإنسان أو فيه رغبة له فيه، يؤمن بالجميع خيره وشره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وما أصابهم لم يكن ليخطئهم. هكذا السنة يعتقدون يؤمنون بهذا، يعلم أن ما أخطأ الإنسان فإنه لا يصيبه، الشيء الذي أخطأك لا يمكن يصيبك، الشيء الذي أخطأك لا يمكن يصيبك، والشيء الذي أصابك لا يمكن يخطئك. لماذا؟ لأن الله قدر ذلك في اللوح المحفوظ وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فالشيء الذي أخطأك لا يمكن يصيبك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ أنه لا يصيبك، والشيء الذي أصابك لا يمكن يخطئك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يصيبك. لا بد من يؤمن بهذا، لأن الله علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ وأراد كل شيء في هذا الوجود وخلق كل شيء في هذا الوجود. والإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء في الحديث، إسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت على ما جاء في حديث إبراهيم في حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس وذكر الأركان الخمسة. يقول والإسلام عندهم غير الإيمان، يعني إذا اجتمع فالإسلام غير الإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج في الأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره الأعمال الباطنة. فالإسلام غير الإيمان إذا اجتمع، أما إذا انفرد أحدهما يدخل فيه الآخر، إذا انفرد الإسلام وحده تدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، مثل قولها إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الإيمان بضع وسبعون شعبة دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. أما إذا اجتمع فالإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة والإيمان الأعمال، هذا هو الصواب. نعم. إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، وذكر كلاما طويلا ثم قال في آخره وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي نصره في الموجز. نعم، يعني إلى أن قال الحسن الأشعري ويقرون، يعني أهل السنة أهل أصحاب الحديث وأهل السنة يقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأن الإيمان قول وعمل، يعني قول القلب وهو التصديق والإقرار وقول اللسان وهو النطق بالكلام، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة وعمل الجوارح يزيد وينقص. ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، وذكر كلاما طويلا
يقول ثم قال في آخره وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. يقول كل ما نقلنا عن أصحاب الحديث فإننا نقول به ونذهب. ومن ذلك أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يقول مالك فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيها للسنة والحديث. وافق على السنة والحديث بأن الإيمان قول وعمل. بخلاف القول الذي نصر في الموجز فإنه وافق الجهمية. يعني جهمية سبق أن المؤلف نقل عنه أنه يقول بقول الجهمية أن الإيمان تصديق، تصديق القلب فقط. فعلى هذا يكون أبو الحسن الأشعري له قولان، قول يوافق أهل السنة والحديث وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقول يوافق فيه الجهمية وهو أن الإيمان تصديق، تصديق القلب فقط. ولهذا بين المؤلف قال هذا قوله في هذا الكتاب وافق على السنة وأصحاب الحديث. بخلاف القول الذي نصر في الموجز فإنه وافق الجهمية كما سبق. وأي قولين هو الصواب؟ الصواب وافق في هذا السنة والجماعة. نعم. وما قال أخيرا صلى الله عليه وسلم. نعم. وما قال أخيرا. ما هذا يحتاج إلى أن يعلم ما قال أخيرا. هو من آخر ما ألف كتاب الإبانة في أصول الديانة. وذكر فيها مذهب أهل السنة والحديث، ويقول إن نقول بقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل لأنه إمام أهل السنة وجماعة، نقول بقول نقل معتقد أهل السنة وجماعة. نعم. والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك. وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف، وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة. وهذا القول شاذ، كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن عامة فرق الأمة تدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان، حتى أكثر فرق المرجئة كلهم يدخلون أعمال القلوب، ويقولون الإيمان تصديق بالقلب وعمل القلب لا بد منه. عامة فرق المرجئة كما سبق أمس البارحة بالأمس لما نقل أبو الحسن الأشعري عن فرق المرجئة 12 فرقة، ثمان فرق كلها وافقت أدخلت أعمال القلوب في مسمى الإيمان، وأربع فرق هي التي لم تدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان. فإذا عامة فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب، وعامة فرق الأمة تدخل أعمال القلوب. عامة يعني أكثر فرق الأمة وأكثر فرق المرجية يدخلون أعمال القلوب. والذي لا يدخل أعمال القلوب من؟ ولا أعمال الجوارح ويكتفي بالتصديق من هو؟ يقول من اتبع جهم مذهب الجهمية ومن يقول بقولهم وهو قول شاذ. لماذا شاذ؟ يخالف ما عليه الأمة، خالف جميع فرق الأمة، أو خالف أكثر فرق الأمة وأكثر فرق المرجية. فقول الجهم إن الإيمان هو مجرد تصديق في القلب بدون عمل القلب وعمل الجارح قول شاذ. ويليه في الشذوذ قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان، شاذ أيضا. الكرامية يقولون من نطق بشهادة بلسانه فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، هذا شاذ. كما أن قول الجهم إن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلم القلب ولو كان يبغض الله ورسوله ولو كان يفعل نواقض الإسلام، هذا قول الشاذ، قول باطل. فإذا عندنا الآن قولان شاذان، أحدهم أشد من الآخر. لا، القول الأول قول الجهم قول شاذ. وجه الشذوذ أنه خالف أكثر فرق الأمة وأكثر فرق المرجئة في إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان. انفرد فقال أعمال القلوب ما تدخل، كما أن أعمال الجوارح ما تدخل، والإيمان مجرد المعرفة في القلب، هذا شاذ، خالف أكثر فرق الأمة وفرق المرجئة. القول الثاني الشاذ الليلي في الشذوذ قول الكرامية تبع محمد الكرام الذين يقولون إن الإيمان مجرد النطق باللسان ولا يدخل عمل القلب ولا تصدق القلب أيضا ولو كان مكذبا بقلبه هو مؤمن إذا نطق بلسانه، فيكون المنافقون عنده مؤمنين، هذا شاذ.
يقول مالك رحمه الله: وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف. ما هو قولهم؟ قولهم إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذا ما ذهب السنة والحديث، وهو مذهب المعتزلة والخوارج أيضا. المعتزلة والخوارج يوافقون على السنة والحديث في مسمى الإيمان. ما هو مسمى الإيمان؟ القول والعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. لكن المعتزلة والخوارج يخالفون على السنة بأنه إذا ترك خصلة من خصال الإيمان انتهى الإيمان ودخل في الكفر، خرج من الإيمان ودخل في الكفر. إذا ترك واجب من الواجبات أو فرض فريضة من الفرائض أو كبير أو فعل كبيرة من كبائر الذنوب انتهى الإيمان ودخل في الكفر. أما السنة يقول لا، ما ينتهي الإيمان، يضعف الإيمان وينقص. فإذا المعتزلة والخوارج يوافقون على السنة في مسمى الإيمان، في أن الإيمان قول وعمل، لكنهم يخالفونهم في خروج العاصي من الإيمان. فالعاصي لا يخرج من الإيمان عند السنة، ويخرج من الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. نعم. وهذا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين إلا من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين. هذه ساقطة عندك؟ وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين. بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين. فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين. فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي. وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل فيه بغض وعداوة لله ولرسله، ليس إيمانا باتفاق المسلمين. فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين. هذا أعاده مرة ثانية، صار في تقديم وتأخير، هذه قراءة جاءت هنا، فليس مجرد التصديق، صار في تقديم وتأخير نسختين. نعم. وقول ابن كرام. نعم. وقول ابن كرام فيه مخالفة. نعم. أحسن الله. وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا. نعم. المؤلف رحمه الله يقول إن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان وهل تدخل فيه أعمال الأعمال وهل الإيمان قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان. يقول هذا غلط، النزاع أيضا في أعمال القلوب، والمراد بالقول القول المجرد على اعتقاد الإيمان، المراد بالقول. بعض الناس يظن أن النزاع إنما هو خاص في أعمال الجوارح، فالنزاع أيضا في أعمال القلوب، فإن الجهم ما يدخل أعمال القلوب. وكذلك المراد بالقول قول اللسان أيضا ليس النزاع في هذا خطأ، بل النزاع أيضا في القول قول القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل القول، وهذا غلط، فالنزاع ليس خاصا في أعمال الجوارح وليس خاصا في قول اللسان، بل النزاع في أعمال القلوب كما أنه في أعمال الجوارح، والنزاع في قول القلب كما أنه في قول اللسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين. فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ. القول المجرد، ما القول المجرد؟ يعني القول المجرد عن عمل القلب، ما في عمل، تصديق ومعرفة في القلب
ليس معه عمل القلب، ليس معه حب الله ورسوله، هذا ليس إيمانا بالإسلام والمسلمين، وليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين. عامة المسلمين يقول لا بد من عمل القلب إلا من شذ، من أتباع جهم والصالح، من شذ وتبع جهم. فقال بقوله كما هو أحد القولين لأبي الحسن الأشعري، وكذلك الصالح أبو الحسن الصالح من القدرية يوافق الجهم، لأن الإيمان مجرد التصديق. يقول وفي قولهم من السفسطة العقلية، السفسطة يعني التمويه، السفسطة التمويه. وقال إن السفسطائية طائفة لا يثبتون إلا الحسيات، فلا يثبتون ما سوى الحسيات، والسفسطة التمويه. وفي قولهم هؤلاء من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام، يعني التمويه والمخالفة للأحكام في قول الجهم في مسمى الإيمان أعظم من التمويه والشذوذ الذي في قول ابن كرام، لأن الجهم يقول الإيمان هو التصديق المجرد، قول القلب المجرد، وابن كرام يقول الإيمان قول اللسان المجرد، فأيهما أشد تمويها وتلبيسا ومخالفة لأحكام الدين؟ الجهل أشد. ثم يليه الإكرام، وإلا من شد من أسباب الإكرام. وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل فيه بغض وعداوة لله ورسله، ليس إيمانا باتفاق المسلمين. والجهم يقول إيمان، الجهم يقول إيش؟ الإيمان تصديق القلب بدون حب لله وبدون تعظيم، بل يكون التصديق إيمانا حتى مع بغض الله، مع البغض والعداوة لله ولرسله، ما دام أنه يعرف ربه بقلبه فهو مؤمن عند الجهل. يقول هذا باطل باتفاق المسلمين. ثم ذكر عقد المؤلف رحمه موازنة بين قول ابن كرام وبين قول الجهل، أيهما أشد بعدا عن الصواب، وأيهما أشد ضلالا وباطلا، قول ابن كرام أو قول الجهل؟ قول الجهم أشد. ما هو قول الجهم؟ الجهم يقول الإيمان تصديق القلب ومعرفته، وابن كرام محمد كرام يقول الإيمان نطق اللسان فقط. الجهم يقول الإيمان تصديق القلب ومعرفته فقط دون أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وابن كرام يقول الإيمان هو النطق باللسان، قول اللسان فقط دون أعمال القلوب والجوارح. أيهما أشد ضلالا وفسادا؟ قول الجهم، ثم يليه قول ابن كرام. ولذلك بين المؤلف رحمه الله قال قول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، والجهم فيه مخالفة للاسم في الاسم والحكم. وجه ذلك أن ابن كرام يقول إذا نطق الإنسان بالشهادتين وقلبه مكذب فإننا نسميه مؤمن، ولكن نحكم عليه بحكم المنافقين فيقتل. إذن خالف الاسم سماه مؤمن، لكن الحكم حكم عليه بحكم المنافقين. إذا خالف في الاسم والحكم أو في الاسم دون الحكم؟ خالف في الاسم دون الحكم. وأما الجهم فإنه خالف في الاسم والحكم، فيقول إذا صدق الإنسان بقلبه فهو مؤمن، نسميه مؤمن ونحكم عليه بأنه مؤمن. وابن الكرام يقول إذا نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن نسميه مؤمن ونحكم عليه بأنه كافر فنقتله. ولهذا عقد المؤلف موازنة بينهم فقال وقول ابن الكرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، في الاسم يعني في تسمية من نطق بالشهادتين نسميه مؤمن، هذا خالف الحق، لكن الحكم يحكم عليه بحكم يقتل. فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول أنهم مخلدون في النار، يقتل في الدنيا ويحكم عليه بالخلود في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم. من هو الذي يخالف؟ الضمير يعود إلى من؟ إلى ابن كرام. يخالف الجماعة يعني جماعة المسلمين في الاسم، حيث أنه يسمي المنافق الذي يطلق بالشغلتين مسلم، وأهل السنة يسمونه كافر ما ينفعه النطق، دون الحكم
الحكم يحكمون عليه بالخلود في النار وهو يحكم عليه بالخلود في النار. إذن وافق أهل السنة في الحكم ولم يوافقه في الاسم. وأتباع جهم يخالفونه في الاسم والحكم جميعا، في الاسم والتسمية المؤمن والحكم، فيقولون من الإيمان هو مجرد تصديق، من صدق وعرف ربه وهو مؤمن في الاسم وهو من أهل الجنة في الآخرة. إذن خالفوا في الاسم والحكم، والكرامية خالفوا في الاسم دون الحكم. نعم. فصل. إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباته ودلائله، وتارة على ما في القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه. وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، فإنها تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة، وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: أصل الإيمان، إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان له أحوال. في بعض الحالات يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية دون على الأقوال الظاهرة والأعمال، فيطلق على الأقوال القلبية كالتصديق، والأعمال القلبية كالمحبة والخشية، ولذا قال من التصديق والمحبة والتعظيم. يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية كالتصديق، والأعمال القلبية كالمحبة والتعظيم. أما الأقوال الظاهرة والأعمال فإنها تكون من اللوازم والموجبات والدلائل، تكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله. تكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وقراءة القرآن، تكون هذه لازمة من لوازم الإيمان ومن دلائل الإيمان وموجبات الإيمان. وتارة يطلق الإيمان، اسم الإيمان، على ما في القلب والبدن جميعا جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه. فإذا أحيانا يطلق الإيمان على قول القلب وعمل القلب دون أعمال الجوارح، فإنها من اللوازم والمقتضيات والموجبات. وأحيانا يطلق الإيمان على أقوال القلب وأعمال القلب وأعمال البدن. لماذا؟ يقول: جعل لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه، يعني موجب الإيمان ومقتضاه عمل الجوارح، فجعل موجب الإيمان داخل في مسمى، فصارت داخلة في مسمى. فإذا اسم الإيمان تارة تدخل فيه أعمال القلوب أعمال الجوارح، وتارة لا تدخل. أما أعمال القلوب هذه لا بد منها، أعمال القلوب مع إقرار مع التصديق وأعمال القلوب هذه لا بد منها، لكن الأعمال تارة تدخل في مسمى الإيمان وتارة لا تدخل. لماذا؟ قال: وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما والأعمال الباطنة تسمى إيمان، وأنها تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة. لماذا؟ يقول: لأن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فإذا أفرد الاسم يكون له معنى، وإذا قل يكون له معنى، مثل الإيمان إذا قلنا بالإسلام صار له معنى، وإذا أفرد صار له معنى. الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا أفرز تدخل فيه أعمال القلب وأعمال الجوارح. وإذا قلنا بالإسلام كما في حديث جبريل سأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان اختلفت الدلالة، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وهذا له نظائر، مثل لفظ الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير والمسكين معا إذا اجتمع معا صار الفقير غير المسكين والمسكين غير الفقير، فالفقير هو الذي أشد حاجة والمسكين أقل حاجة.
إذا تختلف لفظ الفقير إذا قرن بالمسكين وإذا أفرد. فإذا أفرد الفقير صلى الفقير المسكين يطلق على الفقير قليلا أو كثيرا، وإذا قرن بينهما صار الفقير أشد والمسكين أقل، كما بدأ الله به كما في قوله تعالى إنما الصدقات والفقراء والمساكين. كذلك الإيمان والإسلام إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وإذا قرن بينهما صار لكل واحد منهما معنى، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. فيقال إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، إذا اجتمع افترقا صار لكل واحد منهما، وإذا افترق أتى وحده من كل وحده اجتمعا، يعني دخل فيهما ما يدخل في الآخر. إذا افترق جاء الإسلام وحده دخل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، دخل في مسمى الإسلام أعمال الجوارح التي هي الإسلام. وكذلك الإسلام إذا جاء وحده دخلت في أعمال القلوب التي هي الإيمان، وإذا قرن بينهما افترقا صار لكل واحد منهما معنى. فيقال إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، مثل الفقير والمسكين، مثل البر والتقوى. كذلك البر والتقوى إذا أطلق البر دخل فيه فعل الأوامر واجتناب النواهي، وإذا أطلقت التقوى دخل فيه فعل الأوامر واجتناب النواهي، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما، صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. فإذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، لفظ البر، لفظ التقوى، لفظ الإيمان، لفظ الإسلام، كل هذه تختلف بالاقتران والافتراق. كذلك إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح صار له معنى، وإذا أفرد وحده صار له معنى. إذا قرن بالعمل الصالح خرجت الأعمال مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قيل إنها تدخل وقيل لا تدخل في هذه الحالة. نعم. وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران. دلالته تختلف دلالته. نعم. وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه. نعم، مثل ما سبق يقول عند الإفراد يدخل عموم لمعنيين، إفراد إذا أفرد الإيمان صار يدخل في معنيين، معنى الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وعند الاقتران كل واحد منهما ينفرد بالمعنى، يكون الإسلام له الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. نعم. وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقا، كما في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، دخل فيه الفحشاء والبغي. وإذا قرن بالمنكر أحدهما، كما في قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو كلاهما كما في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كان اسم المنكر مختصا بما خرج عن ذلك على قول، أو متناولا للجميع على قول، بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له، أو يكون قد ذكر مرتين فيه نزاع. والأقوال والأعمال الظاهرة موجب الأعمال الباطنة ولازمها. وإذا أفرد اسم الإيمان الأقوال والأعمال الظاهرة موجب عندك في النسخة نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها. نعم، قال في نسخة نتيجة. فالمؤلف رحمه الله يبين أن الاسم تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، مثل اسم الإيمان والإسلام، ومثل الفقير والمسكين، ومثل المعروف والمنكر أيضا. لفظ المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يدخل فيه الفحشة والبغي، يدخل في المنكر الفحشة والبغي، ينهاهم عن المنكر ومن المنكر الفحشة والبغي داخل. وإذا قلنا بالمنكر أحدهما صار اسم المنكر مختصا بما خرج من ذلك. إذا قلنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صار المنكر خرج من المنكر الفحشاء، صارت الفحشاء على حدة، وصار المراد بالمنكر ما عدا الفحشاء. ومثله إذا قلنا به أحدهما
إذا قل كلاهما كما في قوله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، صار المنكر خرج منه الفحشاء والبغي، ومثل يأمر بعرف وينهى عن المنكر يدخل في المنكر الفحشاء والبغي، ولما قلنا بينهما خرج، خرج البغي وخرج الفحشاء من المنكر، أو أنه متناول للجميع على أحد القولين، يكون المنكر يدخل فيه الفحشاء والبغي، ولكن عطف البغي عليه من عطف الخاص على العام، سيكون قد ذكر مرتين، يكون ذكر مرة في عموم في دخوله في المنكر ومرة في إفراده بالخصوص. هذه مسألة خلافية، مثل الأقوال والأعمال الظاهرة يكون نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها، الإيمان نتيجته الأقوال والأعمال الظاهرة، فإذا عطفت الأعمال على الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل يدخل في الإيمان الأعمال أو لا يدخل؟ قيل لا يدخل، لما أفردت صارت لا تدخل، وقيل إنها تدخل وتكون ذكرت الأعمال مرتين، مرة في اسم الإيمان ومرة على انفرادها. نعم. فيه نزاع، والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال الباطنة، نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها، وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا، إذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا يعني على ما في القلب وحده، وهذا على ما في القلب وعلى الأعمال، قد يتناول ما في القلب فقط، وقد يتناول ما في القلب، يتناول ما في القلب ويتناول الأعمال، قد يتناول هذا كما في بعض النصوص خاص بأعمال القلب، وقد يتناول أيضا ما في القلب والأعمال أيضا. نعم. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم، هنا الإيمان 74 شعبة دخلت فيه الأعمال الجوارح، إماطة الأذى هذه عمل من أعمال الجوارح، قول لا إله إلا الله شعبة الشهادة كلمة التوحيد، والحياة عمل قلبي شعبة قلبية. نعم. وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءا منه. نعم، لأن هذه من الإسلام أعمال ظاهرة. نعم. فيقال حينئذ إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس المغنم. أخرجاه في الصحيحين. نعم، الشيخان وغيرهما. وفيه في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فسر بأي شيء؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. إذن فسر الإيمان بأي شيء؟ بأعمال القلوب وأعمال الجوارح جميعا. شهادة أن لا إله إلا الله هذا نطق قول اللسان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس أعمال الجوارح، فصار اسم الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. لماذا؟ لأن الإيمان يفرد هنا، وإذا أفرد دخل في أعمال الظاهرة والباطنة، مثل حديث مثل قول الإيمان 74 شعبة أفرد فدخلت في أعمال القلب وأعمال الجوارح. نعم. ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام، لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنا وظاهرا. نعم، فسر الإيمان هنا يعني في حديث مفتي عبد القيس فسر بأي شيء؟ فسر بالشهادة والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس، بما بنفس الشيء الذي فسر به الإسلام لما سأل في حديث جبريل قال ما الإسلام؟ فسر بأي شيء؟ الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج. فسر الإيمان بما فسر به الإسلام، يقول لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بها باطنا وظاهرا، شهادة أن لا إله إلا الله ينطق بها في اللسان ظاهرا ويعتقد معناها في الباطن، صدق يكون مع تصديق محبة الله ورسوله. نعم. وكان الخطاب لوفد عبد القيس
وكانوا من خيار الناس، وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواثا قرية من قرى البحرين، وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا. أرادوا بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان وغيرهم، كانوا كفارا، فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين، فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا، فكانوا بها مؤمنين. نعم، المؤلف رحمه الله يوجه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس، ونفسر لهم الإيمان بالأعمال الظاهرة. قالوا أن عبد القيس كانوا من خيار الناس، وهم أسلموا قديما، وهم أول من صلى الجمعة في بلدهم بعد جمعة المدينة، كما قال ابن عباس: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواثة قرية من قرى البحرين، هي موجودة في الأحساء الآن، موجودة الآن في الأحساء، تسمى البحرين اسم لكل، ليس خاصا بالبلد الآن، الآن يسمى كل دول الخليج، وكذلك أيضا عند المنطقة الشرقية كلها تسمى البحرين. ولهذا بخلاف الآن ما تعرف عليه الناس أن البحرين خاص بالبلدة، لا، كلها، كل دول الخليج اللي على ساحل البحر كلها تسمى البحرين سابقا. ولهذا تسمى قرية من قرى البحرين، هي بلدة هي في الأحساء، في الأحساء الآن معروفة الآن، وعليها كذا مكتوب عليها آثار مكان المسجد. أول جمعة جمعت بجواثة قرية من قرى البحرين، أول جمعة جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجمعة الثانية في البحرين في الأحسن بجواثة، فهم أسلموا قديما. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم اليوم بالأعمال الظاهرة، يقول لماذا؟ لأنهم صادقين راغبين في طلب الدين، فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها في الباطن وفي الظاهر، فكانوا بها مؤمنين. وهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضاد، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا. وأرادوا بالقول الكفار أهل نجد من تميم وأسد وغطفان، لأنهم كانوا كفارا بذلك الوقت، فهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم جوامع الكلم. لماذا؟ لأن العرب، لأن هناك حروب قائمة في الجاهلية، ولكن تضع الحرب أوزارها في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، والرابع رجب. فهم لا يستطيعون، مسافة بعيدة بين البحرين المنطقة الشرقية وبين المدينة، مسافة بعيدة. يقول الرسول: ما نستطيع أن نصل إليك، الكفار يحولون بيننا وبين إلا في الأشهر الحرم، ولكن أعطنا كلاما فصلا نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس، فأدخل الأعمال في مسمى الإيمان، لأن الإيمان أطلق، أما إذا قرن بغيره فإنه يحسب المعنى. وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام، الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن إيمانه بالله وملائكته ورسله يقتضي الاستسلام لله وكتبه. لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه، لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا، ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد.
وبهذا تعرف أن من آمن قلبه بإيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي التام. وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان القلب بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله، وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة، ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة. والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحمية هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين. والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحمية بدون واو. والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحمية وهو الذي هو الذي أوجب وهو الذي كان الواو تأتي هنا. والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحمية وهو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين، بخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ونحوه من الصحابة. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أنه إذا قلنا الإيمان بالإسلام فإن لكل واحد منهم يكون معنى، فيكون الإيمان هو ما في القلب من التصديق وعمل القلوب، والإسلام هو العمل الظاهر. ولهذا قال: وأما إذا كنا الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام هو الظاهر، أما إذا أفرد أحدهما فيكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان هو الأعمال الظاهرة والباطنة، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية، اللي يظهر على أعمال القلوب وعلى الجوارح واللسان، الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث فيه بعض الضعف. والإيمان يقول: فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل. يقول: ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا حصل الإيمان في القلب، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكان مع هذا التصديق محبة لله ورسوله، فلا بد أن يؤدي أركان الإسلام ضرورة. الإيمان ما في قلبه من التصديق والمحبة لله ورسوله يدفعه إلى أن يأتي بالشهادتين والصلاة والزكاة. لا بد أن ينطق بالشهادتين، ولا بد أن يصلي ويزكي ويصوم ويحج. ولهذا قال: ومتى حصل هذا الإيمان يعني في القلب، والإيمان لا بد فيه من المحبة، وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. لماذا؟ قال: لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله. ما دام صدق، آمن وصدق وكان عنده محبة الله ورسوله، فلا بد أن يستسلم وينقاد، وإذا استسلم وانقاد لا بد أن يؤدي ينطق الشهادتين، ولا بد أن يؤدي الصلاة والزكاة والصوم والحج. قل المؤلف: وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه. ما ممتنع هذا؟ ممتنع أن يكون استقر الإيمان في قلبه ووجد الحب لله ولرسوله ووجد الانقياد في الباطن منقاد لله ورسوله، ثم لا يحصل الانقياد في الظاهر. كيف يكون مصدق بقلبه وعنده محبة الله ورسوله وهو منقاد في الباطن، منقاد ولا ينقاد في الظاهر؟ ما يمكن. هذا ممتنع، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. يعني إذا كان الإنسان عنده إرادة لفعل الشيء وعنده قدرة، هل يتخلف المراد؟ ها؟
عنده إرادة لأن يصلي وعنده قدرة على الصلاة، هل يتخلف؟ ما يتخلف، ممتنع. ويقول المؤلف: وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بشرته مع قدرة. من كان عنده إيمان جازم ومحبة لله ورسوله يمتنع أن لا يتكلم بالشهادتين، بل لا بد أن ينطق بالشهادتين. فعدم الشهادتين مع القدرة يقول مستلزم الانتفاء لإيمان القلب التام. كون الإنسان لا ينطق بالشهادتين يدل على أن إيمانه القلب غير تام، ضعيف. إذا كان الإيمان القلبي تام فلا بد أن ينطق بالشهادتين. فإذا امتنع من نطق بالشهادتين دل على أن الإيمان الذي في قلبه غير تام. يقول: وبهذا يظهر خطأ وجهم ومن اتبع في زعمهم أن مجرد إيمان القلب بدون إيمان الظاهر ينفع في الآخرة. بهذا يظهر خطأ الجهم في زعمه أن الإيمان مجرد الإيمان الذي في القلب هو التصديق، يعني بدون الإيمان الظاهر أنه ينفع في الآخرة. هذا ليس بالصحيح، ما ينفع، لا يمكن يكون إيمان في القلب إلا مع عمل الظاهر. يقول: فإن هذا ممتنع إذا لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. إذا حصل الإيمان التام في القلب لا بد أن يحصل العمل الظاهر الذي هو موجب الإيمان القلبي. فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصله حركة ظاهرة إلى ذلك. ممتنع يكون الإنسان يحب الإنسان غيره حبا تاما جازما ويقدر على أنه يوصل إليه الخير ولا يوصل إليه الخير، لا يتحرك لا بقلب ولا ببدن ولا ما يمكن. شخص تحبه محبة تامة فلابد أن تتكلم بلسانك، لابد أن تصل بيدك، لابد أن توصل إليه شيء. أما إنسان تحبه حب تام ولكن لا تتكلم بلسانك في محبته وأنت قادر ولا تعمل شيء، لا حركة بدن ولا لسان، فهذا مستحيل. يقول: وأبو طالب إنما كان محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله، وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة. أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي محبة لله أو محبة نسب وقرابة؟ محبة نسب وقرابة. ولهذا يقول: لما كان نصره وذبه لحمية النسب والقرابة لم يتقبل الله منه. وإلا فلو كان ذلك عن إيمان، لو كان نصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم عن إيمان في القلب لنطق بالشهادتين. أبو طالب ما تكلم بالشهادتين، لماذا؟ لأن محبته ليست عن إيمان، ولكن محبة عن محبة نسب وقرابة فقط، فلهذا امتنع عن نطق بالشهادتين. ولو كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم عن إيمان لتكلم بالشهادتين. والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الحمية، الحمية، حمية النسب. والحمية هي التي أوجبت له امتناعه من الشهادتين. إذن أبو طالب زاد عن النبي وحماه ونصره، والدافع له ذلك ما هي؟ الإيمان والحمية، الحمية. وهذه الحمية هي التي منعت نطقه بالشهادتين. ولو كان الدافع له هو الإيمان لنطق بالشهادتين. فلما كانت الدافع له هو حمية النسب امتنع من الشهادتين، بخلاف أبي بكر الصديق الذي قال الله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فإنه آمن بالله ورسوله الذي دفعه إلى محبة النبي هو الإيمان، ولذلك صار ينفق ويعمل ويتصدق، يعمل بجوارحه. ولهذا قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلى الإخلاص. فأبو بكر أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة دينية عن إيمان، فلهذا دفعه هذا الإيمان للعمل. وأما أبو طالب أحب محبة نسبية، فلهذا امتنع من النطق بالشهادتين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.